يا حمود، حمود ها أنت تدري بموضوع الدين وما الدين، وإنه الدين كسر الظهر، وقد قلتها لي قبل، وأنا يشهد الله أني أمر مرحلة يعني ما هي بدينه، بس يعني دين وشيء والله ما أقدر أقول لك إياه الآن، لكن أنا عارف إنك ما قصرت معي من يومي صغير وإلى هالوقت. هو مربيك، وإذا مرضت أنا شوف الحرارة أدري أدري هذه دائما تقولها، لكن الموضوع الآن إنه أنا عارف إنه ما عندك فلوس تغطي، لكن يعني ولو عندك بتعطيني، أنا عارف ما راح تقصر، لكن أنا أقول إنه نذير. إيش في نذير؟ نذير تعرف إنها من أكبر تجار الديرة، وإنه لو رحت له وطلبت منه مبلغ أبقصر في عينه، خصوصاً بعد موضوع الخطبة. حتى أنت لا رحت له، صعب، لأنه كان بينك وبينه مشكلة قبل ما ترضى على نفسك. ففي حل ممكن إنه يكون وسط بيني وبين النذير. تبين أنا حمود أروح أتسلف من نذير؟ لا 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 يا ابن الحلال، ما قلت أنت رح. شلون أجل؟ اسمعني، أنت الآن بدأت تزيل الأمور بينك وبين عم سعود، وحنا ما بغينا هالموضوع يعدي. فأنا أقول إنك تكلم عمي سعود وتروح أنت وياه النذير وتأخذون منه مبلغ، ووعدك إن شاء الله مدة بسيطة وبردة بإذن الله بإذن الله. الحين ما صدقنا على الله ترجع العلاقة بيني وبين سعود، تبي تخربها مرة ثانية؟ ابن الحلال ما راح أخربها، قلت لك وعد وعد. أنا أقول لك سلف ما تسلف، خلاص انتهى الموضوع. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا حمود، الموضوع كبير، الموضوع ما هو بدينه بس. سالم، الكلام ذا قلته أكثر من مرة، موضوع أن تسلف ودين انسى الموضوع، خلاص. طيب هات العصا، أنا أذنك. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما أدري وش يدور في راسه الولد، يروح تسلف وروح سعود المسكين الحين. الله يصلحك بس يا سالم، الله يصلحك. قال ايش قال الدين؟ لا 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 دين، انا ما عندي دين ابدا. ألو، هلا يافع، حياك. سمعني، أدري أني تأخرت عليك، لكن إن شاء الله قريب أمن المبلغ وجيك. خلاص يا ابن الحلال، بأمن المبلغ وبشوف حل إن شاء الله. لا 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 لا، لا تسوي شيء يضرنا احنا الاثنين يافع، أنا أحذرك. ألو ألو.